الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد تطرقنا في اللقاء السابق لشيء من الاعتبارات والأسباب التي دعت لاختيار صورة يوسف من سائر الصور، وقصة يوسف عن سائر قصص القرآن، وذكرنا طرفا من ذلك في اللقاء الماضي. ولعلنا في هذا اللقاء أن نشرع ما نحن بصدد له من ذكر شيئا من العبر والهدايات والوقفات والدروس المستنبطة والمستفادة من هذه السورة الكريمة. ولعلنا في أول عبرة أو وقفة مع هذه السورة الكريمة ما نطالعه في مطلع هذه السورة الكريمة مبتدأها، حيث ذكر الله سبحانه بحمده في مطلعها أن القرآن وصف بالإبانة في قوله تعالى: تلك آيات الكتاب المبين. وفي هذا والله أعلم إشارة إلى أن هذه القصة وهذه السورة وما حوت وانطوت عليه من أحداث ووقائع ومواقف قد أظهرت وأوضحت وبينت بياناً شافياً كافياً لطرق النجاة وسبل الخلاص التي يسلكها المؤمن في مواجهته للمحن والفتن والبلاء والشدة والكرب، ليصل إلى مرضاة ربه سبحانه بحمده ورضاه. فأصبحت هذه السورة معلماً واضحاً وآيات بينات وهدايات وإرشادات وعلامات نيرات لكل من قد صابه شيء من البلاء أو الشدة أو الكرب، ما عليه إلا أن يعمد إلى هذه السورة ثم يعكف عليها، يتأمل فيها ويتدبر أحداثها، فإنه حينئذ يجد مبتغاه وطرق الخلاص من ما أصابه من محن والوصول إلى مرضات الله عز وجل، ثم يخف أو تخف وطأة البلاء وسورة العناء. وصدق ربي إذ يقول: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. وما منا من أحد إلا وقد طاله أو نابه أو أصابه شيء من هذه المحن والبلاءات، من فقد حبيب قد اعتصر قلبه ألما وتجرع غصص الحزن لفقد هذا الحبيب، فإذا ما أقبل على كتاب ربه وهذه الصورة انجلى وتبين له كيف أن هذه الصورة وهذه القصة تخفيفا وترويحا وهداية له لأن يخرج من هذا البلاء الذي هو قد أحاط نفسه به وتنقشع سحابة البلاء التي قد وقع فيه. وربما قد طال بعضنا من أذية أو ظلم قريب له وعدوانه عليه، وما أوقع ذلك في نفسي من الشدة والحزن حتى كاد نفسه أن تتميز من الغيظ، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع السهام مهند. فإذا ما أقبل على كتاب ربه وعلى هذه القصة وتأملها وتدبرها في حال يوسف كيف لاقى وعانى من إخوته، فما أن يقرأها إلا وقد انجلى ما به من هم وانكسف وانصرف عن ذلك الغم الذي قد أحاط به وأثقل كاهله. هذه هي سورة يوسف، لا تقرأ إلا وقد
تبدد حزن المحزون وسعد بإذن ربه عز وجل. لذا كان مؤمن العبد المؤمن في حاجة ماسة ودائمة لا تنفك أبدا على الاطلاع لهذه السورة الكريمة والوقوف معها والتأمل فيها وسور القرآن بصفة عامة، فإن ذلك ينجم عنه استقامة حاله وصلاح جنانه وعمل أركانه لرضا ربه سبحانه. هذه هي الوقفة الأولى أيها الأحبة. وأما الوقفة الثانية فتلك النعمة العظيمة والمنة الجليلة التي حباها الله تعالى بفضله وكرمه إلى بني آدم وفضلهم على كثير من خلقه، كما قال ربنا سبحانه بحمده: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. نعمة العقل، وما أدراك من هذه النعمة العظيمة التي حب الله تعالى هذا الإنسان، فعلى العبد حق أن يشكر هذه النعمة العظيمة التي قد أعطاه الله إياها بأركان الشكر الثلاث، باعتقاد جنانه أن هذا النعمة أن هذه النعمة إنما هي محض فضل من الله، ليس له منة أو فضل، وبنطق لسانه واعترافه وإظهار ذلك وبيانه أن هذا من الله سبحانه بحمده، وعمل وتسخير وتيسير أو تسيير هذه النعمة في مرضات الله سبحانه بحمده بالطرق والشرائع التي قد بيّنها الله سبحانه بحمده، ليغنم وينعم ذلك العبد بما يعود عليه من نعيم في توظيف هذه النعمة. فإن الله سبحانه بحمده أيها الأحبة قد بيّن لنا طرق لتسخير وتسيير ذلك العقل حتى ينعم هذا العبد ويأنس ويسعد، فإذا ما عمل بها وسار فيها نعم وأصبح من أسعد الناس. ومن ذلكم التفكر في آيات الكون المبثوثة واستنطاق تلك الآيات عن من خلقها، من أوجدها، ما صفاته، فإن هذه الآيات تنبئك أن خالقها عظيم، أن خالقها عظيم له الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه بحمده. فما يلبث حينئذ العبد إلا وقد أذعن وخضع وخشع لله سبحانه بحمده وأسلم أمره لله سبحانه بحمده وآمن به وتعلق قلبه بالله وحبه ورجاه. هذه ثمرة هذه الآيات الكونية التي قد بثها الله في ذلك الكون حتى يعلم ذلك العبد. وانظر لقوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. قل لي بربك من رفع السماء بلا عمد ونصب الجبال وجعلها وتد وبسط الأرض وجعلها مهد إلا الله سبحانه بحمده. فما أن يجول فكر ذلك الإنسان في هذه الآيات البينات الواضحات إلا وساقه ذلك الفكر وقاده إلى أن الله هو الخالق الذي لا يعبد سواه، له الكمال كله وله الجلال كله وله الحمد كله سبحانه بحمده. فما يلبث العبد إلا وقد أذعن لله عز وجل وتبصر في هذه الآيات واستنطق أسماء الله تعالى الحسنى أن الله قدير حكيم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، من أنطقك، من أبصرك، من أسمعك، من حركك إلا الله سبحانه وبحمده. فلذلك التأمل في هذه الآيات تقود الإنسان إلى زيادة إيمان ومعرفة ربه. هذه الآيات الكونية وكذلك تدبر الأحكام والآيات الشرعية فإنها توصل العبد إلى عتبة العبودية، فتقود جنانه وتسوق لسانه وتعمل بأركانه أن يكون كل ذلك في مرضاة الله عز وجل. لا رب سواه ولا معبود إلا إياه، لا إله غيره ولا رب لنا سواه. قل إن صلاتي
ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. رأيتم هذا التدبر وهذا التأمل الذي يجعل العبد يدعن أن هذا إلهه، ثم يزداد ذلك الإيمان قوة ورسوخا في قلبه، فتجده من أثبت الناس في المحن والإحن والفتن، لا يتزعزع ولا يتضعضع، وإنما يعلم بأن الله يملك الأمر كله. هذا هو الذي يدعو العبد إلى التأمل والتدبر في ذلك. لذلك تجد في كتاب الله آيات كثر أن تفكر وتدبر وتأمل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وانظر لقوله سبحانه بحمده: كتاب أنزلناه إليك. انظر لهذا الوصف الذي يسوق المؤمن ويحثه على هذا النعيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك. ما معنى مبارك؟ الكثير بركة وكثير خير، فما يلبث المؤمن أن يسمع ويقرأ سمعه ذلك الوصف إلا وأقبل على كتاب ربه تدبرا. مبارك هذا الكتاب، لما؟ ليتدبروا آياته. فما أعظم كتاب الله عز وجل. لذلك ساق لنا الله تعالى أو بين لنا الطرق التي ينتهجها ذلك المؤمن في التفكر. فإذا ما انحاد ذلك العقل وانحرف عن طريق الحق والهداية، فلا تسأل حينئذ عن الضلالات والانحرافات التي تسوق العبد إلى عواقب وخيمة عياذا بالله، ونهايات وخسارات عظيمة. لا إله إلا الله. فما تلبث أن ترى شخص قد عقد جنانه وإيمانه على أن ذلك الشجر يضر أو ينفع، أو ينطرح بين يدي ذلك القبر لميت قد أكل الدود بدنه، ثم يتوسل لذلك القبر يرجوه ويتوسل إليه أن يكشف ضره وأن يعطيها مبتغاه. الله أكبر. انظر كيف العقل إذا انحرف وقد حازوا الشهادات العلية والمناصب العالية والمناصب المراتب العظيمة، ومع ذلك تجده في هذا السخف والعياذ بالله. بل تجد بعضهم قد لاثه من لوثة الشرك عياذا بالله، فأصبح يعبد مع الله غير الله. بل وأعظم من ذلك من أنكر وجود الله وزعم بأن الكون ليس له خالق. الله أكبر. انظر كيف هذه الأداة إذا انحرفت عن طريق الحق ماذا تصنع بالعبد؟ تجده قد حاز الشهادات العالية وتبوأ المناصب العظيمة في عمله أو في شغله، ثم ما أن يخرج إلا وقد انطرح بين يدي تلك ذلك الحيوان يتوسل إليه، وأنت قد أنعم الله عليك أن لا تعفر جبينك إلا لله وأن لا تسأل إلى الله. هذا هو القلب الذي، هذا هو العقل الذي يسوق الإنسان إلى الهدايات إذا ساقه الإنسان في الطرق الصحيحة. وإذا انحرف فلا ترى حينئذ إلا من صور ونماذج عجيبة. وكلنا يعلم الأفكار المنحرفة التي قد انعقد عليها فئام من الناس وسلطوا عداءهم وأسلحتهم على من؟ على من ربوهم ورعوهم وآووهم وعدوهم كفارا وقتلوهم. أرأيتم كيف إذا انحرف العقل؟ فلا بد يا رعاك الله أن تسلم هذا العقل لله بالطرق المشروعة، وإياك ثم إياك أن تنهج أو تخطو إلى طرق منحرفة. فلا ولا تمنى حين مندم، فلا تسأل حينئذ عن الانحرافات التي يقع فيها الإنسان عياذا بالله. لعل نقف عن هذه الوقفة ثم نكمل في لقاء قادم بإذن الله. نسأل الله عز وجل بلطفه وجوده وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونرزقنا علما نافعا والعمل به، والدعوة إليه والصبر على ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.